I am Bruno da Silva from Brazil, and water for us is divine. Sou Bruno da Silva, sou do Brasil, e água para nós é divina. سيك سبيك سنوات التهجير والاغتصاب نكبة 1948 ونكبات العطش والموت قطرة قطرة تواريخ موجعة أثرتها الفنان نوال اسكندراني في عمل كوريغرافي افتتح به مهرجان الحمامات الدولي دورته 49 بتاريخ 17 جويلي 2013 إلى حد ما عرض طرح قضايا وجدانية راهنة واستقرأ المستقبل الموحش للعالم واستقطب جمهورا محترما جاء ليغذي فكره إلى حد ما. 9 شبان وشابات من تونس ومصر وفلسطين والبرازيل اجتمعوا في مسرح الحمامات لينقلوا مرارة الحياة في فلسطين، ليذكروا من نسى أو تناسى أن فلسطين بلا ماء وزيتونها شامخ إلى اليوم على قيد الحياة. تحكي على الرهان الأكبر في فلسطين اللي هو رهان الماء، العركة الحرب مقامة على الماء، شكون يملك الماء؟ يملك الماء يملك الحياة، واللي يفك الماء يقتل العباد. يعني مشروع بيئوي وفني راقي إلى أقصى درجة، ولما عباد معنيين بصفة مباشرة بالمشكلة العضال هذا اللي هم الفلسطينيين، ونوال مسكونة بحكاية فلسطين من زمان. نوال اسكندراني حاولت قدر الإمكان التعبير عما يعانيه الفلسطينيين من إرهاب يمارسه الاحتلال الصهيوني بقطعه الماء وسبل الحياة عن أصحاب الأرض، عن الأقصى، عن الضفة، عن غزة، عن طبرية وغيرها من أرض الميعاد، وكشفت همجية الاحتلال وتلويثه مياه شرب الفلسطينيين نقمة دون رحمة. المشكلة بتاع الماء اللي قاعدين يعيشوا فيه في فلسطين قضية كبيرة ومشكلة كبيرة بتبيع في العالم الكل، ثم مشاكل القضية الماء تبقى في فلسطين ثم مشكلة كبيرة، لأنه إسرائيل قاعد يسرق في الماء. وأنا الفكرة هذا جاتني على خاطر في 2010 وقت كنت في رام الله قعدنا أسبوع بلاش ماء، لأنه الفلسطيني الإسرائيليين يسرقوا في الماء يعودوا بيعوها للدفة، وساعات وقت يساعدهم يقصوا الماء. انطلق العرض بمشهد البعث الأول للبشرية، وجسد المشاركون في العرض الفني المنعرجات السوداء الكبرى في عمر فلسطين وفي أجندة أهاليها، لنتذكر صفقة بيع فلسطين واغتصاب من وهبت الكون الحياة وأسباب الوجود قبل أن تهدى قربانا لحساب الغير، وتصير وأبناءها عطشة يقدمون أم كتانغو قربانا للسماء علها تمطر. في طلبان الخير فما عادة وعوي، الناس كل واحد وطريقته، كل واحد وقلبه، ثم يمشي يصلي، ثم يهز يديه للرحمن اللي طلبها. والصغيرات كيما قلنا بعد حفلتهم أم طنبو فرحوا بها، زينوها لونوها، يتجمعوا في الدوار ويتركب المزن ويتركب السحاب، وتبدا اول القطرات تنزل، يبدو الصغيرات من حناجرهم من قلوبهم يغنوا على المطر، يقولوا لها يا مطر يا خالتي صب على قطايتي قطايتي مدهونة بزيت الزيتونة، يا مطر صبي صب على حوش القبي والقبي ما عنده باش يتعشى الليلة، عنده غير خبيزة راح ترشي معاها، يا مطر يا خالتي صب على قطايتي قطايتي مدهونة. الفصل الآخر من القضية والأكثر دموية هو دلالات الزمن والأرقام التي توقفت في المخيال الفلسطيني وما جاوره عند 1948، التاريخ النكبة والتغريب والتهجير في تداخل بين الحس والحركة والأضواء
زادتها صيحات الممثلين وعويلهم ملامح واقعية لمرحلة نسفت الجسد الفلسطيني وأذلت أنوفة وكبرياء العرب أو ما تبقى منهم. إلى حد ما كوريغرافيا ذهنية نسجتها نوال سكندراني وأنجزها عدد من الممثلين الشبان، فأثار قضيتان: قضية فلسطين بما تعنيه من ظلم وتهجير واغتصاب، وقضية الماء الذي ملأ الدنيا وشغل الغزاة بالتنقيب والتجفيف. القدس قبة الصخرة، ثلج، لمعان، هدوء، انعكاس، شمس كبيرة شوي شوي يدوب الثلج. هو هذا الفن، انه لابد تكون فيه قراءات. اليوم ثم ناس تعجبوا القراءه او التعبير الجسماني اللي كان مصاحب، ثم ناس تعجبهم الموسيقى، ثم ناس ياخذوا الفكره بكامله، يعني فكره كامله، رساله كامله، رساله الماء كرساله فلسفيه اخرى ايضا. الماء سبب الحياه كما قلنا، سبب التنميه. اذا كان تاخذ الصوره كامله، طبعا كل انسان شنو نجم يلتقط منها الصوره هذه. اليوم فما عرض متميز، كان عرض فيه تعبير جسماني، فيه موسيقى، فيه ايقاع، فيه اضاءه، فيه فكره. إلى حد ما تصور بمزاج وجداني لمنتجاته التي تريد أن تقول لمن اغتسلوا للصلاة في القدس: فلسطين بلا ماء، يرحمكم الله.